شو هي يا عاكف؟ سيدي ما نجحت بالمهمة. وراضي بتنفيذ الحكم بحقي. حطيتها مشان اقول لحضرتك اني جاهز لحتى اموت. موتك بشو رح يفيد يا عاكف؟ ما فهمت. انت بنظرك موتي فادنا بشي؟ فموتك انت بشو رح يفيدنا؟ احكي. مرة تانية اذا اجى حدا على موقعي وكان حيغلط رح يفكر مرتين قبل ما يرتكب اي غلط. بالنسبة لإلي بكفيني تعرف هذا الشيء. بنصحك تعلم هالمسؤولية لرفقاتك يلي عم يشتغلوا معك ويلي رح ياخذوا مكانك بعدين. مثل ما بتأمر سيدي. وهلا احكي لي لشوف شو يلي صار. هاي نورا في شي تطورات؟ عم نشوف. زغر المقياس فولكان. بيعرفوا المنطقة كتير منيح، عم يختاروا الأماكن اللي ما فيها كاميرات. تابعنا الإشارة لقبل 3 دقايق. هن نبعاد عنكن منيح، بدائرة قطرها 10 كيلومتر. عمال زوم إن لقلك. فولكان شامل وطلحت ما كانوا هون؟ بلى. هدول رايحين يقتلوا مراد. مراد لازم نخبر شامل وطلحت فورا. أينورة أينورة بسرعة ابعتيلي مكان تواجد مراد. ليكني عم ابعته ورح وجه فريق مساندة. اوعك عبد الحي اوعك، لا تنسى هذا إلي. أينورة الغي فريق المساندة. كيف يعني؟ ما فهمت. اعملي اللي عم قوله يا اينورة، نحن رايحين لهنيك. عبد الحي بدك توعدني ما بدك تسمح لجنس مخلوق ياخذ بويرز من ايدي. ايه طيب كارا. عبد الحي وعدني. وعد كارا. نعم معلم. شامل بدي تسمعني منيح. هذا فريق أرمجيدون. اسم الحرب اللي رح يقضي فيه على العالم. هذا الفريق بيعمل عمليات بكل مكان حابب انه يخلق فيه فوضى. اخر عملياتهم كانت معمولة بافغانستان. عاكف سألي ياهن، هاي الطيارة من وين دخلت؟ أرتكن هدانا، قدرتوا تعرفوا شي من وين دخلت الطيارة؟ إيه قدرنا نعرف معلم. دخلوا من فوق البحر الأسود
قالوا لنا عنا بالمطار ان طائره شحن. ارتكن عم تحكي مع عاكف؟ عاكف وين مختفي؟ صار لي ساعه عم حاول اوصل لك. مو فاضي هلا يا اينوره. بويرز رايح على المكان اللي فيه مراد. بعتي فرقه حمايه. عبد الحي ما سمح لنا. كيف يعني؟ هو وكارا ما سمحوا لحدا يتدخل بالقصه. بتوجهي فريق حمايه فورا. طيب اينوره، ما عاد في داعي. عبد الحي عنده خطة يا عاكف، بس بويرز لازمني. روح وجيب لي بويرز. شو اللي عم يصير هون؟ مرحبا ماركريت، أنا المحقق كين. إلك عندي أخبار حلوة. إن شاء الله تكون بخصوص الأستاذ. طيب حضرتك شو بتعرفي عن موضوع الأستاذ؟ بعرف إنه تصاوب. وأنت كنتي هنيك؟ إيه كنت، وهربت بصعوبة. قبل ما أنسى، زعلت مشان بنتك. ايه الاستاذ منيح؟ الاستاذ مشغول باله عليكي. تفضلي خلينا نمشي. هذا اللي بيطالع لي خليه. هذا معلمي.
زعلت كثير على حفيدك يا كارا. تعرف يا ابو يرز ما في حدا رح يزعل عليك. بس وقف لقلك، تعرف شو راح خليك تتمنى الموت يا ابو يرز. يلا خدوا ابو يرز منه وجهزوه مشان التحقيق. وقفوا. عاكف، خلصنا، ما حدا بيقدر ياخذ ابو يرز من ايدي. ممكن دقيقة؟ مثل ما بتعرف انه ابو يرز مهم مشان عمليتنا، بعد التحقيق معه انا بذات نفسي بسلمه لكارا. انت ما تاكل هم، انا رح حقق معه. انت لا تعذب حالك ابدا. هذا امر الشايب. روح قل له لهذا الشايب اذا عنده اوامر خليه يجي ويقول لي اياها. خذوه. سيدي، نائبكم ما عم يطيع الأوامر، شو بتأمروني أعمل؟ خلص عاكف، اتركوا خليهم ياخذوه. نزلوا أسلحتكم. يلا. من وين طلع هذا الدفتر؟ وقت ما لقيت رهف ألعابها، ماما نازك طالعته من الصندوق تبعها. تعرف إنه هذا الدفتر لأبوها؟ نازك قالت إنه هذا دفتر علي وما صلحت له. أنا كتير قلقانة مشان رهف، وحرام اللي عم بيصير معه بهذا العمر. رح نعمل كل شي بيطلع بإيدنا مشان نخفف من الشي اللي عم تمر فيه. وانتي كمان مريتي بشغلات صعبة كتير يا بنتي. من انتي وصغيرة كافحتي وناضلتي مشان تعيشي حياة بعيدة عن امك وابوكي. بس اللي عملك ليلى اليوم هو كل هذا اللي عشتيه. انا اليوم شايف قدامي انسانة جميلة جدا، ونائبة صارمة بتشوف كل شيء بعين العدل. طمنيني، كيف صارت اختك يا بنتي؟ هلا حكيت معها قبل ما اجي، قالت لي انها صارت احسن. باين عليك التعب كثير يا بنتي،
انتي منيحة؟ كان اليوم متعب بالنسبة إلي، ما في شيء مهم كتير. بنتي الليلة بتضلي عنا ما هيك؟ بس يفيقوا بكرة ماما ناسك ورهف، رح ينبسطوا كتير بس يلاقوكي. وأنا رح أنبسط. بيكون اختمر الشاي. ها يلا. أخذتي قرار بالمسألة اللي حكينا فيها من قبل بنتي؟ فكرت كتير بابا، كان صعب علي اتخذ هيك قرار. فكرت شو فيها تعمل إسراء من دوني، وجعني قلبي. بس كمان مثل ما قلت لي، إذا رح كون نائبة عادلة فما عاد فيني اتهرب. قررت اعترف بذنبي للنائب العام. الله يختار لك اللي فيه الخير يا بنتي، ومن قلبي رح ادعي لك. عفوا شو عم بيصير؟ ما في إلا بتنقلوني من مطرح لمطرح، خلي حدا منكم يشرح لي شو عم بيصير. حضرتك موجود هون مشان سلامتك. اتركونا لوحدنا. اجيت تكمل الشغل يلي ما كملته؟ لو كان بدي كنت كملته وقتها. لازم اطلع من هون بأسرع وقت، عم تحطوني بمواقف حرجة. قبل ما تطلع في موضوع لازم نحكي فيه. فريق خاص لحراس المعبد دخل الأراضي التركية مشان ينقذ الأستاذ. وكيف وضعه للأستاذ؟ لسه ما عنا المعلومات الكافية. أنت لازم تجيب معلومات عن الفريق هاد، لازم نعرف بأسرع وقت خطط عملياتهم وأنظمة عملهم. أما بالنسبة للي صار اليوم، العملية اللي تنفذت ضدك لازم ما تنعرف إنها انعملت من قبل بويرز، وإلا هالشي حيكشفنا. إذا بويرز عايش هذا الشي مستحيل. ما عاد في حدا اسمه بويرز. هون مسامير وهدول شفرات. هاي مقبرة العيلة تبعكن يا كارا. أنا كمان رح تدفني هون. كارا، شو صار يا ابو يرز؟
بلش يضيق خلقك ها؟ عم سجل اختصاصي الحالي رح طبعا يجي المشافي بيشغلنا هاد مهمة كتير شقفة من فيلمنا حتتصور بالمشفى عمرنا قضينا ما بين المقابر والمشافي ما ضل حدا إلا ما مر لهون من اللي حوالينا بس جو المستشفى ممكن تكون ممل للمشاهدين أهلا وسهلا سيد عمران سيد نهاد بالطابق الثالث جبنا رفينا السيناريست مشان يعيش جو المشفى اللي نحنا منعيشه يا عيب الشوم عليك كيف مفكرين بدكم تصوروا هذا الفيلم بدون ما تاخدوا إذني أنا كنت رح أعرض عليك تلعب دور معنا أنا ما عرفته منيح أي دور بدك تعطيه شو ما تذكرت الممرض يا أخي حسني المجنون ما بسمح لك تندهني بهالطريقة لك هذا دور تمشين بس تمشين لك تتركني شباب خلصنا حسني أنا أهم رسمي خلص اهدى شوي اتركوا بعضكم عيب يا جماعة رح اسمح لكم ماشي الحال صفية مبسوطة اني شفتك شو امتى اجيتي ما صار لي زمان كتير جاي العمر قلنا كلنا كتير صعب كان نتقبل هالشي كلياتنا كنت حابة زوره لبابا عمر بس كأنه انتقلوا من بيته عفوا خانم معلش ساعدك إذا ممكن انبسطت كتير بشوفتك عمران وأنا مين بتكون المدام؟ هي أخته لمراد علمدار ادخل تعالي مارغريت مبسوطة كتير إني شفتك بخير وأنا يا مارغريت كيف صار الجرح تبعك؟ ماشي الحال عابد لقالي دكتور إسعاف أنقذ لي حياتي عابد طلع موهوب أكتر مما كنا متصورين عابد حطنا بموقف حرج لأنه ما أجا خبرنا معقول هيك زعج صاحب الجلالة؟ كين أساساً كان رح يجي بليلة راس السنة مشان عملية الربيع بس اتعجلت جيته مو أكتر بعتقد مانك منزعجة من كين ما هيك؟ ادخل
صاحب الجلالة حابب يحكي مع حضرتكم. امتى بدنا نروح نشتري العاب؟ شو رأيك نشتري الألعاب من على الإنترنت؟ ايه بصير. تاتا ليش اجيتي؟ مو على أساس ناديكم لما منكون جاهزين؟ يا بنتي شميت ريحة كتير طيبة هي اللي خلتني إني اجي. ماما نحن تقريبا جاهزين، يلا روحي ناديله لجده. بنتي عم تشوفي كيف صارت حالتي؟ الحمد لله انك انتي موجودة ومعك عم نقدر ننسى اللي صار فينا. ماما كل شي رح يصير احسن، انتي ما تاكلي هم بالمرة. يلا عادي. شو هالصفرة الحلوة اللي محضرينها بناتي؟ تسلم ايديكن. يلا تعالي. جد البرك أنا اللي عملتهم، والصحون أنا اللي حطيتهم. برافو يا حبيبة قلبي هالصغيرة، صارت تعرف تجهز لنا الفطور ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بابا أنا رح شوف. عم تيمور إجا. تفضلوا، شو بتريدوا؟ أستاذي كنت جايب ألعاب للأنسة رهف. هي يا سلام. ألعاب شو؟ عفوا خانو، السيد عبد الحي طلب مني يجيب هدول مشان الصغيرة. تفضل يا أبي. بابا عمر هذا عبد الحي بعت الألعاب لرهف، هيك خلصنا من الهم الكبير. أنت قلتي له لعبد الحي يا بنتي؟ فكرتك أنت اللي قلت له. مدام الأنسة رهف وقت اللي طلبت تاخد الدب معها، بعتقد السيد عبد الحي فكر يبعت الألعاب التانية كلها. إذا بتسمحولنا خليه يدخلوا الشباب ويرتبوا الألعاب اللي جبناهم بغرفة الأنسة رهف. طبعا طبعا، تفضل. تفضلوا. شكرا يا ابني. شو عم يصير يا رجال؟ هالولد عبد الحي منيح وقبضاي، باعت له لرهف كومة ألعاب. الله يرضى عليه. شو لوين؟ خليني حضر لهم لهالشباب شي شغلة، بكفي عم يعذبوا حالهم معنا. عمو تيمور جبتوا معكم الرسمة اللي رسمتها هنيك؟ ممكن تضل معي هديك؟ جبت لك ورق للرسم. ايه ماشي، برسمها مرة تانية مو مشكلة. طلب المجلس لاجتماع طارق. ليش؟ حابب بلغهم قراري اللي كنت عم فكر فيه من فترة طويلة، ومنشان هيك أنا بحاجة لأخذ رأي المجلس بهذا الموضوع. ممكن أسألك بخصوص شو هذا القرار؟ مثل ما بتعرف صار لي فترة وأنا عايش بهذا المكان، ومع
ما عم بقدر اتواصل مع الناس اللي برا غير بالاتصالات. عاكف ما عم يوفي بالغرض؟ برأي عاكف عم بيقوم بمهامه على أكمل وجه وأكثر من المطلوب حتى. بس يا أستاذ وضعي هذا عم يربط له إيديه لعاكف بالشغل. نائبي هو عبد الحي، بس نائب لا عم يشوفني ولا حتى قدر يسمع صوتي لهلأ. وحضرتك يلي جبته لعبد الحي وحسيت قديش انه هو مرضيان عن هذا الوضع. يلي عم تحاول تقلي اياه انك ما عم تقدر تدير العمليات بشكل صحيح بسبب الوضع اللي انت فيه حاليا. عبد الحي كان ايدي اليسار وعابد كان ايدي اليمين، بس هدول الاثنين هلا ثقتهم بالمجلس مهزوزة على الاخر. انا وعابد وعبد الحي كنا على طول نمشي مع بعضنا بكل عملية بناخدها، وعيوننا محطوطة سوا على الهدف. هلا موزعين كل واحد بجهة وهذا الشيء كتير سيء. صار ضروري انه ارجع اجمعهم مع بعض. خلاص أنا صار لازم أطلع لبرا. أنا بفتح أنا بفتح. معقول ليلى نسيت لها شي شغلة؟ الله أعلم. خالته مين أنتي؟ رهف، مين على الباب يا بنتي؟ مرحبا، أنا اسمي صفية. بنتي صفية، أهلا وسهلا. تفضلي فوتي بنتي. جدي مين بتكون؟ أهلا وسهلا فيكي يا بنتي صفية. هلأ ممكن أعرف مين بتكون هاي؟ أنا بكون عمتك. عمتي أنا؟ حضرة النائبة إجا السيد مراد، حابب يشوف حضرتك. دخله. أستاذي أنا قدمت إفادتي وحبيت زور حضرتك. تفضل. بتشكرك مشان الوردات. ليلة امبارح عرضت حضرتك الخطر مشان سلامتي. أنا آسف على اللي صار. إذا بتقدم لنا طلب فينا نأمن لك حماية من قبل الدولة. بتشكرك أستاذي، ما في داعي. وقعت اليوم مع شركة أمنية خاصة، ما بعتقد رح أعاني مشاكل بعد هلا. كنائبة عامة ما فيني غض نظر عن الحادثة اللي صارت. أصلا القضية تبعك ما تسكرت لهلا، رح تابع دراسة قضيتكن مشان الحق العام والدولة. وأنا رح ساوي كل اللي بيطلع بإيدي مشان ساعدكن. تفضل. أستاذ النائب العام وصل وصار بمكتبه. شكرا آدم. سيد مراد لا تواخذني، أنا مضطرة أطلع. بشوف حضرتك بعدين. Thank you.
نعم يا أركان. شو؟ فهمت قصدك. أنا فهمت خلاص. كان مع أي طعم من أركان عم تحكي؟ ها؟ شوف شو عم يقول. ويراز ريح حالك، أنا مع أي قطعة لأركان بحكي معها. قلي لشوف أنو قطعة بتحب أخذها أول شي. برأيي إنه الخسارة اللي لحقتنا بعملية الخريف رح نعوضها برأس السنة. أما أنا فبرأيي بعد ما صار كين معنا رح نقدر نحقق أهدافنا بشكل كامل. المحقق كين تم تكليفه بهاي المهمة، واعتباره من اليوم رح يكون هو المسؤول عن جميع العمليات. يلي بطلبه منكم انكم تساعدوه وتتعاونوا معه، وحسب التقارير اللي رح تجي من كين رح اتخذ قرار اذا كنا رح نعمل عمليتنا خلال الربيع ولا براس السنة. رونالد انا بتمنى اجتمع فيك باسرع وقت. انا بامرك صاحب الجلالة. مارغريت انا عم تابع كل اعمالك الناجحة عن قرب. شكرا على الإطراء صاحب الجلالة. في مئات الصحفيين الأجانب والمراسلين التلفزيونيين على كل أطراف حدود الأراضي التركية. غايته الأساسية والوحيدة هي تشويه سياستنا السلمية والمركزة على الحلول السياسية والحوار مع الجميع، وإظهار تركيا على أنها القوة اللي عم تدعم التنظيمات الإرهابية وتحديدا الفصائل الإسلامية المتشددة. بلدنا بالفترة الأخيرة طور كتير، ونتيجة هذا الشيء صار اقتصاديا واستراتيجيا محط الأنظار، والدول اللي تضررت من هذا الوضع قررت تشوه صورتنا قدام الرأي العالمي باتهامنا بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر كداعم للمنظمات الإرهابية. لازم ناخد إجراءات حاسمة وفوراً ضد هذا الشيء، وإلا رح نواجه عواقب حتمية وسيئة وما في أي مهرب منها. في عنا خطة واضحة لنتصرف حيال هالمسألة؟ هلأ عم اشتغل على تأسيس فريق عمل خاص من النخبة منشان نحل كل المشاكل يلي حتواجهنا سواء بالمنطقة أو بالساحة الدولية، وهذا كان واحد من الأسباب يلي خلتني أطلبكم لهذا الاجتماع الطارئ مشان أخذ رأيكم. أما الموضوع المهم الثاني، فريق أرمجيدون صار موجود عندنا بالبلد، وبعتقد أنه كل أعضاء المجلس بيعرفوا منيح من هذا الفريق. كلياتنا بنعرف كتير منيح أنه هدف هذا الفريق بالبلد خلق الفوضى. وشو التدابير اللي مفكرين تاخدوها بهالخصوص؟ نحن صار في عندنا معلومات انه في مخطط لاشعال اضطرابات داخليه واسعه بالبلد بالمرحله الجايه، ونحن اتخذنا تدبيراتنا اللازمه. بس انه يجي هذا الفريق وبهالوقت له دلاله كتير خطيره ولازم ننتبه لها منيح، وهو انه العمليات رح تكون من نوع مختلف هالمره وقبل ما واجهناها. اي نوع من العمليات؟ الاغتيالات المثيره للشكوك، سيناريوهات الحروب الاهليه، خلق جميع أنواع الصراعات العرقية والدينية والطائفية والمذهبية وتدمير المجتمع. وبهي الحالة لازم نكون حازمين وناخد حزمة تدابير سريعة وعملية. ومنشان هذا الشيء رح أعرض عليكم حل بيناسبني، وهو ربط وحدات العمليات تبعنا ببعض البعض مع مركز قرار موحد. وبصفتي مراد على مدار بدي ارجع من جديد على الخدمة الفعلية. بس مثل ما بتعرفوا منيح، تولي الشايب مهمة عملياتية على الارض بيتنافى مع واجباتنا، ولهيك منكون نحن دخلنا بصلب الهيكلية. طلبكم هذا له حل واحد، تغيير شكل الهيكلية ومهام الشايب. نعم بعرف هذا الشيء، بس الخطر الحالي هائل.
ولحتى نبعد شبح الخطر الجاي، فأنا وبصفتي الشايب أرجو أنكم توافقوا على قراري الحالي، وفي حال كان تصويتكم سلبي ورفضتوا القرار فرح يكون قراري اختاروا شايب جديد من ضمن مجموعتكم، ونتيجة هذا الشيء نفذوا حكم الإعدام فيني.